خاتم الانبياء واعز المرسلين، قررت ان انا اعمل سلسله جديده في السي سي ان ايه. انا كنت عامل الحوار دوت ان انا اجمع فيه كل الماتيريال بتاعه السي سي ان ايه، اجمعه في فايل واحد بحيث الواحد يبقى ايه جاهز ان هو يخش الامتحان، يخش يحفظ الدمب ويخش الامتحان ويبقى سيرتيفايد بقى. بس حبيت ان انا اشارك معاكم الحوار ده بحيث ان كان في ناس كتير قوي بتسالني على الماتيريال والكتب وكده، فتابع معايا السلسله ديت هكون جامع فيها الماتيريال كلها مع الحاجات اللي كان بيقولها الباشمهندس في المحاضره يعني. فانت كل اللي عليك ان انت تسمع من باشمهندس الشرح وتيجي هنا تشوف ايه شرح بسيط برضو الماتيريال عشان ايه المعلومه تثبت يعني. بس فمعاكم محمد مصطفى عبد الوهاب، باشمهندس محمد. هنتكلم اول محاضره خالص، سيشن 1 اجنده، هنتكلم على النيتورك ديفينيشن والنيتورك امبورتنس والنيتورك كومبوننتس والنيتورك توبولوجيز والنيتورك تايبس. ناخد واحده واحده كده ايه ونشوف الحاجات دي. ممكن بالنسبه لكم تبقى حاجه جديده، ممكن بالنسبه لي انا تبقى مراجعه يعني. يعني بقدر معلوماتك في الشبكات عامه يعني، حاول لو انت لسه بادئ في الشبكات انك انت تبتدي تاخد الموضوع ايه على محمل الجد كده وتذاكر واحده واحده وتصعب الدنيا يعني. فاول حاجه نبتدي فيها نتورك ديفينيشن. قال لك اتس جروب اوف كومبوننتس ذات ار كونكتد توجذر تو بروفايد سيرفيس. دوت مجموعه من المكونات اللي هي بتتجمع مع بعض وبتتصل مع بعض لانها تزود وتمد تمدنا بسيرفيس يعني. نتورك امبورتنس بتعمل ايزي شيرنج اوف داتا، ايزي شيرنج اوف اكسبنسيف ديفايسز ريسورسز لايك برينتر، بتنقل فويس، بتنقل فيديو، بتنقل تيست، بتنقل تاتش، بتنقل سميل، بتنقل اي او تي، بتنقل فويس وفيديو. اب تنقل فويس اللي هو المكالمات العاديه، بتنقل فيديو دلوقتي ممكن عن طريق ماسنجر مثلا او واتساب او اي ابلكيشن تقدر ان انت تكلم حد في دوله ثانيه مثلا تكلمه فيديو. التيست هو اللي لسه غريب، لسه حاجات لسه داخله جديده. التيست والتاتش والسميل الحاجات دي لسه هنشوفها في المستقبل يعني. احنا في من 10 سنين ولا من 15 سنه كان في المكالمات او التليفونات كانت بتنقل فويس بس، ما كانش في حاجه اسمها فيديو، تنقل فيديو من موبايل لموبايل ما كانش فيه الكلام دوت. فمن اول 2010 لحد دلوقتي لا في فيديو، تنقل فيديو بكواليتي وكواليتي حلوه كمان. فما تعرفش ممكن كمان 5 سنين 10 سنين يخشوا معانا التيست والتاتش والسميل. انا هوريكم فيديو كده الناس لسه بتعمله بيعملوا ابحاث على السميل. دي حاجه بسيطه كده ان انت اللهم صل على النبي ممكن تنقل السميل يعني. ممكن مثلا انت عايز تشتري مثلا برفان وكده، الراجل اللي يديك مثلا ايه يعني جزئيه منه كده تقول اه ده احسن من دوت، تقعد تختار كده ما بينهم. ده هيفيد هيفيد البيزنس عامه، وممكن في شركات كتيره جدا تبني البيزنس على الحوار دوت يعني. ونشوف التاتش، تعالى نشوف التاتش. في عندنا التاتش دوت الاول، ده تيست وتاتش مثلا. دوت التاتش بيشوف بيقيس حاجه بميزانه كده بيشوف الدنيا ايه ويعني هم لسه في مرحله الابحاث عامه يعني. وفي الحاجه الاخيره التيست، انت ممكن تدوق حاجه ده ممكن يدوق حاجه كمان يعني، هتبقى مجرد ايونات بتتفاعل مع اللسان عامه وبتوصل اشارات للمخ ان هو ايه مثلا دي طعم ملوخيه مثلا، مش كميات طبعا، هو ايه هيحسسك اللي هو طعمها فاهم. ماشي احنا كده خلاص خلصنا هنا النتورك امبورتنس، قلنا ايزي شيرنج اوف داتا، ايزي شيرنج اوف اكسبنسيف ديفايسز ريسورسز. لو انت عندك مثلا جامعه وفيها برينتر واحد، مش هجيب برينتر لكل مدرس مثلا او هجيب برينتر لكل طالب، هو برينتر واحده مشتركه لكل الناس، في الفويس والفيديو والتست والتاتش والسميل والاي او تي. الاي او تي دوت اللي هو الانترنت اوف ثينجز دوت، لو انت مدخل كل حاجه عندك على الانترنت يعني، مدخل الثلاجه، مدخل البوتاجاز على الانترنت، مدخل عندك مثلا مزرعه بتحط في رقبه كل مثلا بقره او خروف كده ايه، تحط في رقبتهم علامه تعرف لو تاهوا بره المزرعه تعرف تجيبهم. في اسبانيا مثلا بيعملوا الحوار دوت عن طريق ساعه مثلا، لو حد عنده زهايمر، لو واحد مثلا عايز يعرف مكان ابوه، ممكن ابوه مثلا يروح ويتوه في مكان بعيد مثلا وما يعرفوش مكان، فبيكون مثلا مركب له يعني سلسله في رقبته، مركب له ساعه في ايديه بيعرف من خلال الساعه دي هو مكانه فين وبيحدد المكان بالظبط. ممكن الموبايل، ممكن وصلت كمان لدرجه ان انت لو عندك تيشيرت او عندك قميص عايز تعرف مكانه فين بتحط زي حاجه بسيطه كده يعني
على التيشيرت، او ممكن من خلال ابلكيشن معين تعرف مكان تعرف خلال المكان التيشيرت دوت القميصه فين، ممكن المفاتيح الحاجات اللي هي بتضيع بسرعه. فده تطور جميل جدا ولسه بادئ وهنشوفه بشكل متوسع الفتره الجايه. نخش احنا كده خلصنا اول سيشن واحد على واحد، دي سيشن واحد على اثنين. النتورك كومبوننتس، النتورك كومبوننتس ده بيتكون طبعا من اند ديفايس زي كمبيوتر، زي بي سي، لابتوبات، اي بي كاميرا، تلفزيون، بلاي ستيشن، برينتر مثلا. هو قال لك الكمبيوتر ده بيسمى حاجه اسمها اند ديفايس، وبيقول لك اتس ذا مين كومبوننت بيكوز اتس ذا سورس اوف نتورك ابلكيشن. احنا الاند ديفايس دوت هو اهم، المين كومبوننت هو اهم حاجه في الشبكه عندنا، لان احنا عايزين نوصل اند ديفايس باند ديفايس، عايزين نوصل كمبيوتر بكمبيوتر، هو ده الاساس واللي عليه احنا اشتغلنا واخترعنا حاجات تانية، انترميديت ديفايس، واخترعنا حاجات تانية في الشبكه بتاعتنا. بس هو الاساس اللي انت مثلا عايز توصل جهاز بلاي ستيشن بجهاز ثاني بلاي ستيشن، عايز توصل تلفزيون بتلفزيون، بي سي بي سي، تبعت تنقل داتا، تنقل داتا من تلفزيون لموبايل وهكذا. قال لك هي سيرفيسز ذات كان بي دون ويز ريموت ديفايسز، الشبكات عامه بيقول لك سيرفيسز ذات كان بي دون ويز ريموت ديفايسز، يعني هنستخدم ايه عشان نعمل الخدمات ونوصلها من خلال اجهزه بعيده عن بعض. يعني انت ممكن يكون عندك جهاز في الشرق وجهاز في الغرب وتعرف توصلهم ببعض، تبعت ايميلات وتبعت كل الحاجات دي عن طريق حاجات اسمها ابلكيشنز. الابلكيشنز دي زي مثلا اف تي بي، الاف تي بي ده مثلا اول حاجه ناخده في السلسله بتاعتنا. الاف تي بي ده هو فايل ترانسفير بروتوكول، دوت بيستخدم في ان انت لما تيجي تنقل فايلات كبيره، يعني حاجات بتبقى بالجيجا وبالتيرا والحاجات دي اللي هي في الداتا سنتر مثلا، معلومات كبيره جدا جدا جدا، يعني بتبقى بتستخدم بنستخدم له حاجه اسمها الاف تي بي فايل ترانسفير بروتوكول. ده بيبقى بيشتغل معاك اسرع وبينجز لك الدنيا، يعني ده يوزد فور ابلود وداونلود. تاني حاجه المفروض اتش تي تي بي، يعني اتش تي تي بي بعد، لان هو الاثنين دول بيتقارنوا مع بعض. الاتش تي بي هو النسخه الاولى اللي صدرت، ده هايبر تكست ترانسفير بروتوكول، ده يوزد فور براوزنج. والاف تي بي ده بينقل مثلا فايل مساحته ميجا، 10 ميجا، 100 ميجا مثلا، انما الاف تي بي ده بينقل بالتيرا، ال 100 جيجا، ال 20 جيجا مثلا، فاهم؟ فدوت الاحدث من دوت، الاف تي بي احدث من اتش تي تي بي. الاتش تي بي اللي هو بيشتغل على الحاجات الصغيره، والاف تي بي بيشتغل على الحاجات الكبيره. ناخد اس ام تي بي، ده سمبل ميل ترانسفير بروتوكول، ده يوزد فور سند ايميلز، ده بيبعت ايميلات زي مثلا اكنك على الياهو وتقعد تبعت في ايميلات. اللي بيستقبل بقى في ابلكيشن تاني اسمه بوب 3، بوب 3 اللي هو بوست اوفيس بروتوكول فيرجن 3، ده يوزد فور ريترايف ايميلز، هو بيستقبل الميل وبيخش يعمل بروسيس عليه وبيشوف الدنيا فيها ايه وبيقراه وكده، فاهم؟ ده بوب 3 بقى، اللي بيبعت ايميلات اسمه اس ام تي بي، واللي بيستقبل اسمه بوب 3 يوزد فور ريتريف ايميلز. التنت التنت بقى اللي هو ايه، ده الابلكيشن بتاع اللي شغالين في النتورك، اللي شغالين في الشبكات عامه، يوزد فور ريموت لوجين، ممكن من خلال انت قاعد على بي سي معين او لابتوب معين مثلا لجهاز تاني او لابتوب تاني، مثلا انت قاعد في مصر هنا وبتعمل كونفيجريشن لديفايس، ولا لابتوب مثلا في امريكا او في اوروبا. وطبعا كلنا عارفين ان اورنج بيزنس سيرفيسز الشركه العالميه اللي منتشره في كل دول العالم ديت، الاصل بتاعها موجود او السنتر بتاعها اللي هي بتدور منه العالم كله موجود عندنا هنا في سيتي ستارز، واخده دور، واخده كومباوند، مش واخده، واخده بيلدنج كامل، واخده دور من بيلدنج تاني. يعني انت عندك مثلا اورنج بيزنس دي حكايتها اللي هي مثلا ابتدت في فرنسا، ابتدت اللي هي تشتري سويتشات وراوترات وهبات والحاجات دي كلها، وتعرض على الناس الكلام ده من 100 سنه مثلا ولا اكتر، تعرض على الناس اللي هم يوصلوا، لو حد مثلا عنده تو برانشز او اكتر، يوصلوا الدنيا ببعض من خلال الوصله بتاعتهم، ومن غير ما يطلع على الانترنت وتبقى برايفت، وتبقى كانت ترند ساعتها يعني من 100 سنه كده ولا اكتر. وكانت كان فيها اقبال حلو جدا على انها من قبل البنوك ومن قبل الشركات الكبيره، قالت ماشي احنا ما عايزين نعمل شبكه لينا، احنا تبقى شبكه خاصه بالشركه بتاعتنا يعني وكده. فلقيت ان في رواج على الحوار وابتدت تكسب منها فلوس، وهي توسعت، ما سكتتش، ما وقفتش مكانها، توسعت، بقت جمعت فرنسا كلها ببعض، جمعت فرنسا باوروبا، اي حد موجود في اسبانيا، موجود في المانيا، موجود في النمسا، النرويج، اي دوله من الدول ديت يقدر من خلال اورنج بزنس سيرفيسز اللي هو يوصل الدنيا كلها ببعض. وكمان ما وقفتش على كده، دخلت في كل القارات، دخلت في افريقيا وامريكا واسيا واوروبا وكل الدنيا دي كلها، بقت شركه يعني فوق الخيال. الشركه دي كلها بقى بتدار من مصر، يعني انت عندك البيلدنج كامل بتاع سيتي ستارز دوت، في اكتر من 150 الف موظف واخدين دور تاني في بيلدنج تاني في المباني اللي هي محيطه بسيتي ستارز، المباني الاداريه المحيطه بسيتي ستارز، واخدين بيلدنج واخدين دور. فشركه طبعا كبيره جدا.
بس فهم بيستخدموا الاستخدام الاكثر ليهم عن طريق برنامج اسمه تلنت او اس اس اتش. ماشي، ندخل على حاجه تانية في الكومبوننتس بتاعتنا، حاجه اسمها نتورك ديفايسز. ده يعني الاند ديفايس دوت بيبقى بنسبه 10%، الانترميديت ديفايس اللي هو الاجهزه اللي بتبقى في نص الشبكه بتبقى 80%، والكونكتيفيتي 10%. الاجهزه اللي في نص الشبكه ديت بقى زي ايه؟ اول حاجه استخدموها خالص كانت الريبيتر والهب والبريدج والسويتش والجيت واي والفايرول والراوتر والمودم والوايرلس وايرلس اكسس والاكسس بوينت وايرلس اكسس بوينت المفروض، والنتورك انترفيس، نتورك انترفيس كارد اللي هو النيك، وعندك ليك لان انترفيس كارد، وفي ويك وان انترفيس كارد، في بقى الحاجات بتاعت السكيورتي اي دي اس انتروجن ديتكشن سيستم وي انتروجن بروتكشن او بريفنشن سيستم. الاي دي اس دوت اللي انت مثلا حد بيعمل عليك هاكر، بيعمل عليك اختراق، بيعمل لك بيديك نوتيفيكيشن بيقول لك حاسب ده انت في بيحصل هاكينج دلوقتي على الشركه بتاعتك، وهو مجرد ان هو بيديك نوتيفيكيشن بس، فانت بتبتدي من خلال النوتيفيكيشن ديت اللي هو ايه تشوف هتتصرف ازاي. والاي دي اس ده بيبقى ابديتد كل 24 ساعه، بيروح بيبعت داتا لحد الموقع الرسمي مثلا لسيسكو، وبياخد اخر الابديت، اخر الحاجات اللي بيعمل اخر الخدع بتاعت الهاكينج وكده، وبيعمل لها ابديت كل 24 ساعه، بيروح بيشوف ايه الجديد وهنمنعه ازاي. بس هو ما بيمنعش، هو كل الموضوع اللي هو بيقول لك ان في اختراق حصل عليه ديتكشن، اللي بيمنع واللي بيرد الاي بي اس. الاي بي اس ده الاي بي اس ده اغلى من اي دي اس 4 مرات. الانتروجن بروتكشن سيستم دوت يا باشا بيقول لك ايه، كان في اختراق، كان في حد بيحاول يخترق الشاشه الشبكه عندك والشركه عندك، بس احنا قدرنا نمنع الاختراق دوت، وبالعكس يعني منعنا كل القصه ديت، وزي ما بيقول عملنا ايه ريمونتادا كده زي. اللي هو لا مش عمس مش هيجي يديك نوتيفيكيشن بس، لا ده هو منع الحوار دوت وعلم عليهم كمان، فاهم؟ بس ده اغلى من اي دي اس 4 مرات. كونكتيفيتي 10%، ده الكونكتيفيتي بتبقى وايرد وتبقى وايرلس، بتبقى بكابلات وتبقى كابلات اللي هي وايرد وايرلس اللي هي من غير كابلات خالص. عندك سيشنز 1/3 نتورك توبولوجي. احنا كده خلاص دخلنا على سيشن 1/3، والموضوع ان شاء الله هيعدي بسرعه هيبقى سهل. النتورك توبولوجي، النتورك توبولوجي بتاعتنا انا قاعد فيها كذا النتورك توبولوجي. توبولوجي البوينت بوينت انت بتوصل، مجرد ان انت بتوصل بس جهازين ببعض، بتبقى حاجه اسمها ليزد لاين. ليزد لاين الموضوع دوت بيبقى كان شغال في الاول، بس بعد كده حصل ان قال لك الليز لاين ده ما بيبقى مثلا كابلات مدفونه تحت الارض، ما فيش مثلا جهاز تقدر مثلا المخابرات او حاجه ان هي تعرف تخترق او حاجه او تعرف المعلومات اللي رايحه فيه، فبيبقى في خطر على الامن الدوله مثلا، خطر على الامن الدوله او الامن العام، ان بيبقى في مثلا شركات ممكن ما تعرفش انت التمويل بتاعها جاي منين او بتشتغل في ايه، فممكن تتغفل. فهم بيفضلوا في الليز لاين اللي انت ما تعملهاش بس بوصله او حاجه، يعني ما توصلش الاسلاك ببعض كده، لا هم عايزين حاجه بحيث ان هم ايه يعرفوا يعملوا كنترول على الشركه منها يعني. فهم بيعملوا كنترول مثلا على السويتشات او الهبات او حاجه من الحاجات ديت، انما تسيبها ليز لاين، تسيبها مقفوله خالص باسلاك كده لوحدها مقفوله، فالموضوع اتمنع يعني. فبس هو لحد دلوقتي شغال، ان انت ممكن يكون عندك جهازين بس بتعملهم ليز لاين، بتركب زي وصله كده او زي سويتش او هب صغير، فالموضوع شغال ما وقفش يعني. تاني حاجه عندك رينج توبولوجي، ده اختراع واحد مصري، قال لك ده بيسند داتا فروم A تو C. لو انت مثلا عايز تسند داتا فروم A تو C، ترانسفير فروم A تو B، يعني بص من A تو B، بعد كده B تو C، بعد كده C تو B، بعد كده C تو D. فالموضوع لو انت مثلا عندك شبكه كبيره فيها 100 جهاز، عشان توصل واحد لجهاز 75 مثلا، فانت محتاج ان انت تقعد تبعت الداتا ل 75 جهاز بيستقبلها، وبعد كده بقى بيرد عليك بيقول لك اه دي تبعي، لا مش تبعي، فبيبعت الجهاز اللي بعده، فالموضوع بياخد وقت كبير جدا جدا جدا. غير كده في كابلات كتير، وممكن يعمل لوب، اللي انت دايره مغلقه فممكن يعمل لوب معاك. السيرفانش بتاعته هو ميك لوبس، او وكمان في لوت اوف كارتس، انت كل جهاز انت عندك لازم يكون عندك كارتين، كارت بيستقبل وكارت بيرسل، فالموضوع صعب. التطور بتاعه جه واحد مصري تاني اسمه دكتور الدكش، دورت عليه كتير جدا جدا، مش موجود على الفيس خالص او على الانترنت، لحد ما دورت على جوجل بتاع امريكا، جوجل يو اس اي، وكتبت اسمه ولقيت صوره واحده او صورتين دولت، هم الصورتين دولت دكتور سامي محمود الدكش. فده كان واحد كان عالم مصري بيدرس في جامعه امريكيه اسمها كالتون، وقدر يخترع الميش توبولوجي. الميش توبولوجي قال لك يوزد ان نتورك ديفايسز، الادفانتج بتاعه ده ما بيعملش، ما فيهوش بقى لوب، انت الجهاز بتاعك بيقدر يبعت لكل الاجهزه البي سي الموجودين معاه على نفس الشبكه. الديسادفانتج بتاعته اللي هو مور كاردز، مور كاردز، انت لو عندك جهاز، يعني انت عندك ثلاث اجهزه، فانت مستخدم ثلاث كروت، افرض انت عندك 100 جهاز هتستخدم 100 كارت،
فالموضوع طبعا بيبقى صعب جدا. انت عشان برضو نختار تعرف النمبر اوف كيبلز بتختار عدد الاجهزه، دول مثلا 4 اجهزه، في عدد الاجهزه ناقص واحد، لو ضربت 4 ناقص 1 يبقوا 3، اضرب 4 في 3 ب 12 على 2 بيبقوا 6، فانت فعلا 1 2 3 4 5 6 كابلات. في عندك كمان غير الكابلات في كارت كروت، قال لك نمبر اوف كاردز از دبل اوف نمبر اوف كيبلز. النمبر اوف كاردز قال لك عدد الاجهزه، في عدد الاجهزه ناقص واحد بس ما تقسمش على 2، هو عدد الاجهزه في عدد الاجهزه ناقص واحد، يعني دوت 4 في 4 ناقص 1 4 في 3، 4 في 3 ما بتقسمش على 2 بقى هم 12 كارت. لو حسبتها ان الجهاز ده مثلا عنده 1 2 3، الجهاز ده عنده 1 2 3، الجهاز ده عنده كارت 2 3، الجهاز ده عنده كارت 2 3، فلو حسبت كلهم على بعض هتلاقيهم فعلا 12، 1 2 3 1 2 3 4 3 12. دكتور سامي الدوكش عمل انجاز طبعا وحط مصر على الخريطه العالميه في الشبكات. بس في جه حد عمل حاجه اسمها الباستوبولوجي. الباستوبولوجي ده كان واحد بيسند وقول بيرسيف، يعني انت مثلا جهاز واحد عايز يبعت لكل الموجودين، بي 1 بيسند وقول ريسيف، بتمشي مثلا في زي حاجه زي باص كده ويقعد يبعت هنا ويبعت هنا ويبعت هنا. بس كانت مشكلتها اللي هو بتعمل انترفيرنس وبتعمل كوليجن، لو انت مثلا في كذا حد باعت، يعني لو ايه باعت وبي باعت، فالحاجات هتخش كلها في بعض، الداتا هتخش في بعض. فقعدت فتره وبرده ما كتبلهاش النجاح، لحد ما عملوا حد امريكي كده جه لخص الدنيا وانجز، يعني عمل حاجه اسمها السارت بولوجي، هم اللي شغالين عليه لحد دلوقتي. قال لك ده سنترلايز ديفايس زي الهب زي السويتش، ده يبقى جهاز في نص الشبكه وكله بيبعت عليه، هو مجرد الجهاز ده اللي هو ايه بيفتح اللهم صل على النبي، بيفتح وصله كده، لو ايه مثلا عايز يكلم سي بيفتح لهم وصله وكانها ستريت، لو بي عايز يكلم دي بيفتح وصله، لو بي عايز يكلم ايه بيفتح لهم وصله. في دي حاجه اسمها هاف دوبلكس وفول دوبلكس، ده حاجه من حاجات السويتش احنا برضو لسه هنتكلم عليها في الكورس بتاعنا باذن الله. الفيزيكال فيس لوجيكال توبولوجي، قال لك الفيزيكال توبولوجي ده ستار، ستار هو الفيزيكال ستار، الفيزيكال بمعنى الجسديه بتاعت التوبولوجي، او لو فتحت مثلا الجهاز بتاع الستار توبولوجي هتلاقيه واخد فعلا شكل الستار، وهو حاجه الستار دي بتبقى نجمه كده في السنتر، والشبكات المتوصله عليها الاجهزه واخده شكل الستار، هو از ذا بيست فيزيكال توبولوجي. اللوجيكال هو الباص او مش او اور مش توبولوجي، باص توبولوجي اور مش توبولوجي. السنترلايز باي زي الهب زي سويتش زي الريبيتر زي اكسس بوينت، لسه هاخد الحاجات دي كلها. الهب قال لك الفرق بينه وبين السويتش، الهب ده عامل زي الخروف ما بيعرفش ارقام ولا حروف، ما بيعرفش لا ماكات ولا بيعرف اي بهات، انما السويتش بيفهم ماكات بس ما بيعرفش اي بهات. لسه هناخد الفرق ما بين الهب والسويتش والراوتر ولسه القصه دي كلها. قال لك النتورك توبولوجي برضو زي ما احنا قلنا، هو بوينت بوينت تو بي سي اونلي، رينج توبولوجي ده فيه لف ودوران يقعدوا يلفوا حوالين بعضهم، في كروت كتيره، كل جهاز لازم كارتين، بعد كده ضعف عدد الاجهزه. المش توبولوجي ده مش لف وما فيهوش لف بقى ولا دوران، يعني هتروح من جهاز لجهاز على طول، بس كروت اكتر بكتير. لو انت عندك 3 اجهزه، لو انت عندك 10 اجهزه في الشبكه فانت محتاج تجيب 10 كروت عشان تقدر توصل كارت لكل جهاز. وخدنا اللعبه بتاعتها وخدنا ازاي نعمل نجيب نمبر اوف كاردز، بنشيل الاثنين دول ونعوض النمبر اوف نمبر ناقص واحد. عندك الحاجه الاخيره باس توبولوجي، ده ما فيهوش لف ودوران، ده بيقول لك كارت واحد لكل البي سي، بس في مشكله اللي هو انترفيرنس او كوليجن، لو جهازين ارسلوا في نفس الوقت يحصل انترفيرنس مع بعض، وده هنا كاتبها انترفيس فالولد اللي كاتب الحاجه دي غلط. سنترلايز ديفايس بقى اللي هو زي الهب زي السويتش زي وكله متوصل عليه. بعد كده الفيجوال، الفيزيكال فيس لوجيكال توبولوجي، اللي قلنا الهب ده فيزيكال توبولوجي هو ستار توبولوجي، لوجيكال توبولوجي هو لوجيكال بمعنى هو عامل زي اللوجيكال من جوه، هو بس يعني وان سند وور ريسيف، الهب ده ما بيعملش حاجه اللي هو بيفلد. السويتش بقى هو فيزيكال توبولوجي، فيزيكال ستار توبولوجي، عامل زي المش توبولوجي، يعني انت لو فتحت السويتش كده هتلاقي فيه حاجه في السنتر كده، والفول دوبلكس والهاف دوبلكس، وهو يقدر من خلاله اللي هو ايه يوصل ايه دي مثلا، بيربط ما بينهم مثلا حته حديده كده وصلهم ببعض، وبتوصل من خلالها الداتا للجهاز التاني. يعني نوصل لاخر حاجه، انا كنت عامل عليها فيديو هعمل له هخليه في الريكومنديشن، هو النتورك تايبس، قلنا اللان لوكال اريا نتورك، وفي مان وفي وان.
اللان لوكال اريا نتورك هو اتس جروب اوف كمبيوترز ذات ار كونكت لوكال اريا. فهو ده لو انت مثلا عندك عندك شركه فيها مبنى واحد، فالمبنى ده كله زي ما قلت لك مثلا بتاعت اورنج بيزنس سيرفيسز اللي هو واخده مبنى كامل عند سيتي ستارز، فهي كده يعتبر لان، دي كلها تعتبر لان، واخده مثلا مبنى 10 ادوار فده يعتبر ضمن اللان. المان لو انت مثلا عندك شركه في شارع والشركه تاني شركة الفرع التاني ليك في اخر الشارع او في نفس المدينه بس في حي تاني، او عندك حي مثلا مدينه نصر وحي مصر الجديده، عندك فرع في مدينه نصر وفرع في مصر الجديده عايز توصلهم ببعض، يبقى الشبكه بتاعتك ما اسمهاش لان اسمها مان متروبوليتان اريا نتورك. دوت المتخصص اللي هو يوصل الدنيا ببعض لازم تتعاقد مع حاجه اسمها سيرفيس بروفايدر. سيرفيس بروفايدر دوت اللي هو زي المصريه للاتصالات عندنا، في بعد الدستور بينص او الاتفاقات الدستوريه بتقول لك ان انت ما ينفعش انت تنزل بنفسك تحفر في الارض وتوصل كابلاتك والدنيا ديت، لا انت لازم تتواصل مع المصريه للاتصالات وهي تنظم لك الدنيا وتحفر تحفر مكانك يعني وتوصل لك الدنيا ببعض. ده طبعا بيبقى ليه سعر مختلف. في حاجه اسمها الوان، ده الوايد اريا نتورك، ده جروب اوف لاندز بتوين سيتيز كانتريز اند كونتيننتس، بابليك وان في برايفت وان. دوت بقى لو انت عايز توصل، احنا عدينا مرحله السكوب بتاع نفس المدينه خلاص خلص، انت بتتكلم في مدن مختلفه بتوين سيتيز ما بين القاهره واسكندريه، في ما بينهم 250 كيلو مثلا، ما بين كانتريز ما بينهم بالالاف الكيلوهات، كونتيننتس الاف الالاف الكيلوهات. فانا عامل عليه فيديو كامل برضو هخليه هنا في هيظهر عندك هنا دلوقتي، واتفرج على الفيديو ده انا شارح فيه بالتفصيل الممل يعني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.